بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الخامس من سورة آل عمران في كتاب 65 كتاب التفسير. باب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بقية الآية بتقول إيه؟ وما تنفقوا من خير من شيء وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نعم. لن تنالوا البر يعني القرب إلى الله. يبقى البر رضا الله، كل ما يرضي الله اسمه البر. لن تنالوا رضا الله حتى تنفقوا مما تحبون. ليه؟ حتى تفرق قلبك من كل حب لسوى مولاك. فلو كان المال في قلبك بتحبه انفقه عشان يبقى حب الله، فهم؟ لو كان اي شيء في قلبك بتحبه تخلص منه حتى لا يبقى إلا الله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وعشان كده لما تيجي تطلع صدقة، طلع الصدقة مما تحب. يعني عندك انت ايه حاجة بتحبها في مالك ومستغني عنها وبتحبها، طلع صدقة. طالما انت مش محتاجها بس بتحبها يا اخي، عزيزة على قلب بس انت ما تستعملهاش، طلعها طلعها، هتلاقي حلاوة في قلبك احسن من الاحتفاظ به، فاهم؟ لا، اصلها ليها ذكرى طيبة على قلبي. ما انت هتسيبها وتسيب الذكريات وهتخش القبر، فهمت ازاي؟ فانفقها واخلص، عشان كده تخرج اطيب ما عندك وأحسن حاجة بتحبها. طالما أنت مش محتاجها طلعها على طول. ما إيه؟ ما تقولش أصلها ليها ذكرى طيبة عندي وأصل أنا مش عارف إيه. فنبطل الحركات التماحيك دي. والكلام ده بقوله لنفسي قبلكم. فكل واحد بيبقى عنده حاجات كده يقول لك أصل دي من أيام أبويا، وحاجة كده دي عزيزة على قلبي، وهو شايلها كده لحد ما إيه؟ ما العتة تاكلها. طب ما تطلعها غيرك يتدفى بيها في البرد ده. لا، دي حبايه جدي ما اقدرش اطلعها، جدي. طب ما اللي هتاكلها العته جوه الدولاب، هتعمل ايه؟ وزحملك الدولاب، كل ما تفتح الدولاب الهدوم تقع عليك من كترها. طب ما تطلعها، في ناس عايزه تلبس، فاهم؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 96 بعد 504,000، قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء ده بستان فيه بير اسمه بيرحاء، في بير ماء اسمه بيرحاء، وكان حواليه بستان نخل، وكان موجود ايه في اتجاه الشمالي من ايه من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عند بالظبط باب الملك فهد دلوقتي، كان موجود دلوقتي. لو انت ايه بتروح تزور المسجد النبوي وعارف باب الملك فهد، او ده كان بيرحاء في المنطقه دي، فهمت؟ فكان حاجة مواجهة بقى المسجد النبي. تصور انت عندك بستان ويبص على مسجد النبي، ايه احلى ده الواحد يحتفظ بيه ويعض عليه بالنواجس، فهمت؟ جوار جميل ومال كتير، حاجة في اجمل من كده؟ وهو عنده غيره على فكرة، بس ده كان احب امواله. ليه؟ لانه كان مواجه للمسجد النبوي الشريف.
فلما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تصدق بهذا البستان. قال يا رسول الله ده أحب أموالي وأنا مش عايزه. تصرف أنت فيه يا رسول الله كيف شئت. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. في أكتر من كده كمان؟ تصور أنت عندك بير وشرب منه النبي تقوم تتصدق بيه؟ معقول ده؟ ده نعمله متحف يا عم، وقف الناس تذاكر ويدفعوا الدخول بـ 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 بالدولار، واخد بالك، وكله يجي وتبقى مشروع استثماري ضخم جدا، فاهم؟ يقول لك سياحة دينية، فاهم؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ. يعني إيه كلمة استحسان؟ يعني برافو، باللغة بتاعتنا احنا دلوقتي إيه برافو، إيه ده، إيه التوفيق ده، واخد بالك؟ بخ، ذلك مال رايح. يعني ذلك مال رايح في مصرفي الحقيقي، أو رايح يعني يفنى فأنت أبقيته بالصدقة، تحتمل المعنى. وفي رواية رابح، ذلك مال رابح. يبقى في روايتين، مال رايح ومال رابح، روايتان. ذلك مال رايح، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم دله على طريقة بقى ياخد ثوابين، ثواب الصدقة وثواب صلة الرحم. قال له أنا أرى بقى دم حتى تصدق بيها، خليها بقى عبادتين، عبادة صلة رحم وفي نفس الوقت صدقة، فاديها لقرايبك الفقراء عشان ياخد الثوابين في بعض. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة ذلك مال رابح، يعني بالباء. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مال رايح. يبقى روايتان. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال فجعلها لحسان وأبي، أولاد عمومته، حسان بن ثابت وأبي ابن كعب، وأنا أقرب إليه. أنس بن مالك يقول أنا قريب وما رضاش يديني، ده أنا أقرب إليه، ده عم، بس هو كان بينفق عليه، فعشان كده ما اداش لسيدنا أنس، صغير هو اللي بينفق عليه، ادى للكبار، فهمت؟ وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. يعني قالوا ايه؟ قالوا احنا عندنا في التوراة اللي يزني نهبب وشه ونحممه، يعني نحط عليه حمم الهباب يعني، وبعدين ايه نضربهم وخلاص، يعني نجرسهم ونشوههم كده وخلاص. فقال لا تجدون في التوراة الرجم، انتم ما عندكوش رجم في التوراة؟ الرسول بيقول لهم كده. فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. عبد الله بن سلام حبر يهودي عالم عارف، قال لهم كذبتوا، التوراة فيها الرجم. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه
على آية الرجم، فجابوا التوراة، والمدراس اللي هو ايه المسؤول عن قراءة التوراة فيهم حط ايده ويقرأ ومخبي بكف ايده كلمة الرجم. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ، يعني اخذ يقرأ ما دون يده، ما دون يدي يعني اللي باين بس، واللي تحت ايده ما يقرأهوش ولا يقرأ آية الرجم. فنزع يده عن آية الرجم اللي هو عبد الله بن سلام، قام شد ايده قال له انت مخبي ايه شيل. فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز. عارف انت ما تطلع من باب البقيع، عارف انت اما تزوم من باب السلام تمشي كده على طول تمر على المكسورة الشريفة ويخرجك الجدع العسكري الوهابي، ما تقدرش تقف واخد بالك، علشان ايه ما تقفش قدام النبي لحسن ده شركة عندهم واخد بالك، فتروح طالع من الباب اللي في وشك. الباب اللي في وشك ده اسمه باب البقيع. اول ما تطلع من باب البقيع بتلاقي فيه جدار كده بيحطوا فيه المكانس وادوات النظافة. شفت انت الجدار ده على ايدك الشمال؟ الجدار ده هو مكانه اللي بيصلوا فيه الجنائز زمان ايام النبي. ما كانوش بيدخلوا الجنازة داخل المسجد، كانوا يصلوا هنا ويطلقوا بيها على البقيع، فده موضع الجنائز كويس. فعلشان كده بيقول لك فرجم قريبا من حيث موضع الجنائز، يعني في المنطقة دي تقريبا عند المسجد، يعني قريب من المسجد. فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. يجنع يعني وهم بيترجموا الاثنين كان ايه بيحوط عليه علشان ايه تيجي الحجارة عليه، يعني ماذا بيحبها حتى الموت واخد بالك، حب حتى الموت. باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. طبعا انت ايه في آية بتقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل التوراة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل لحم الإبل ويشرب ألبانها، واليهود قالوا له انت بتقول انك انت على ملة إبراهيم وبتأكل لحم الإبل، وهم عندهم في التوراة لحم الإبل حرام كويس، ما ياكلوش لحم الإبل ولا يشربوا لبنه حرام عنده. فبيقولوا انت بتدعي انك انت تبع الأنبياء السابقين وبتاكل الإبل وتشرب ألبانها. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قبل نزول التوراة أنا أكل ما أحله الله لإبراهيم، أنا على ملة إبراهيم، إبراهيم كان يأكل الإبل ويشرب ألبانه، فهمت إزاي؟ فقالوا له لا إبراهيم ما كانش يأكل الإبل، قال لهم لا إبراهيم كان يأكل الإبل. فنزلت الآية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل اللي هو إيه يعقوب على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ويعقوب أصيب بعرق النسى، يعني ألم في إيه في 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 خلف ظهره تنزل على قدميه ألم شديد، فوصف له الأطباء ألا يأكل لحم الإبل وألا يشرب ألبنها وكانت أحب اللحوم له، فنظر لله إن شفاء ألا يطعم الإبل ولا يشرب ألبنها، فلما شفاه الله حرمها فصارت حراما عليهم بعد ذلك، فهمت؟ فجاءت الآية مصداقا لإيه لحال النبي، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هتجدوا أن الإبل اللي حرمها على نفسه يعقوب وأنها كانت حلال على إسحاق وحلال على إبراهيم، فهمت؟ حرمها على نفسه بس ولا على بني إسرائيل؟ لما حرمها على نفسه وأولاده بعد كده ورثوا منه التحريم، فظلت محرمة بعد ذلك على بني إسرائيل. وكثيرا ما حرم الله على بني إسرائيل أشياء طيبة عقوبة لهم واخد بالك. باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، يعني كانوا يأسروا الأسرى في الحروب
وياخدهم في السلاسل، يقوم الاسير لما يؤسر ويعيش مع المسلمين ويجد حسن المعامله يدخل في الاسلام. كان كنتوا يعني ايه، كنتوا خير امه اخرجت للناس لانكم انفعكم للناس، انفعهم للناس، تدلوهم على الخير. باب اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا. وعن ابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت، يعني فينا معاشر الأنصار، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وكانوا من الأوس، وبنو سلمة وكانوا من الخزرج، وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، وخرج معه الصحابة المهاجرين والأنصار، وخرج معه إيه عبد الله بن أبي المنافق، ومعه مجموعة كبيرة. ففي الطريق عبد الله بن أبي قال إيه، لما سرت على رأي الشباب ولم تمكث في المدينة كما كنت تريد وقد نزلت على رأي الشباب؟ كان الأولى أن تمكث في المدينة كما كنت اخترت أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم هل نمكث في المدينة حتى يدخلوا فنقتلهم في طرقات المدينة ولا نخرج نقابلهم. الشباب اللي ما خرجوش في بدر قالوا الرسول لا نخرج نلاقيهم يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم إيه دخل ولبس درعه وخرج، فقالوا له يا رسول الله يعني إيه نعيد نعود إلى ما كنا على ما اخترته أولا، لأنهم لاموا بعضهم. فالرسول قال ما كان لنبي أن يلبس لامته حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فاستمر في السير. ففي الطريق عبد الله بن أبي اعترض على الرسول، قال له طب انت ليه مشيت وراء كلام الشباب وصغار السن؟ أدام انت مشيت بقى وراهم انا هرجع انا واللي معايا. فراح راجع عبد الله بن أبي ومعاه 200 من انصاره، ما رضوش يكملوا. قام الطائفتين دول من الانصار فكروا يرجعوا مع عبد الله بن أبي، هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يرجعوا مع إيه؟ مع المنافق. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عصمهم إيه؟ واستمروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني تتراجع إلى المدينة ولا تخرجوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فبيقول لك إنها نزلت فينا ولكن احنا ايه فرحانين بها لان ربنا قال والله وليهما، فلولا ولاية الله لنا لفشلنا، فالحمد لله ان الله تولانا ونجانا. فكان فرحان بكلمة ايه والله وليهما. باب ليس لك من الامر شيء، يعني ليس لك من امر عقوبة من اذاك وقتل عمك وجرحك في احد شيء، اترك لي العقوبة انا افعلها عنك. يبقى دي نزلة تيسيرا على النبي وتخفيفا عنه وليس سلبا لكرامته، بل بالعكس. لكن الوهابية مش فاهمين، يقف جنب قبر النبي يقولك ليس لك من الامر شيء، كأنها سلبه الله. ابدا، دي الاية دي نزلة لان النبي حزن حزنا شديدا على قتل عمه ومن مات واستشهد في احد، ولانه ايضا كسرت رباعيته وشقة وجرحت وجنته ودخل حلقات المغفر في وجنته الشريفة ونزف نزف شديد وتعب تعب شديد في غزوة أحد، فإيه فبقى يدعي على إيه على قومه اللي عملوا فيه كده. فربنا قال له لا ما تتعبش نفسك ولا تدعي ولا أنا اللي هقوم بالنيابة عنك، ليس لك من الأمر شيء، لأن ربنا قال له إيه ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أدي عندي أربع عقوبات ليهم، عندي أربع حالات هعملها فيهم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من أمر عقوبتهم شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ربنا قال له أنا هعمل فيهم أربع حاجات، بعضهم هيهديه للإسلام وبعضهم هيعذبه وبعضهم هيكبته يعني يهزمه وبعضهم يقطع دابره. فهمت؟ يبقى ليس لك من الامر شيء، دي جمله اعتراضيه
في وسط ايه العقوبات التي سوف يعاقب الله بها الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس لك من امر عقوبتهم شيء، اترك الامر علي وهون على نفسك. يبقى دي نزلة تخفيفا عن النبي وليس سلبا له من ايه من مقامه. لكن للأسف يجيب لك الآية يقطعها من السياق ويدي لك معنى خطأ. وعن أبي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. رواه إسحاق ابن راشد عن الزهري. يعني حتى ولا تتعب نفسك في الدعاء عليهم ولا تشغل نفسك بهم خالص، هون على نفسك. يبقى كأنه بيخفف عنه، فهمت ازاي؟ مش بيسلبه ما أعطاه، لا ده بيخفف عنه. وعنه بيقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قانت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ونقف على باب قوله والرسول يدعوكم في أخراكم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.